وإمي في لقائها مع المجلة تكلمت عن أمومتها للتوينز اللي ربنا رزقها بيهم في يناير الماضي، وده اللي خلاها تبعد شوية عن الأضواء، ودلوقتي بتستعد علشان ترجع مرة تانية من جديد. وكمان اتكلمت عن النجومية والأضواء والسوشيال ميديا وغيرها من المواضيع اللي بتأثر في حياتنا. ولهذا السبب دانا رافقت إمي في كواليس جلسة التصوير اللي عملتها للكفر بالطبيعة، واستمتعوا مع بعض بالطقس الجميل. حاسة حالي عن جد بالغابة اليوم. صح، هلا فيك دانا، وكتير مبسوطين يعني بالطبيعة والطقس حلو. كنت عم بشوف قبل شوي لقطات من الفوتوشوت، كتير كتير حلو يعني الباك جراوند، الأوتفيت كتير فريش، يعني كتير فريش وطبيعة وبيشبهني. بوسط الطبيعة وبين الشجر تمت أحدث جلسة تصوير قامت فيها أمي الصياح لكفر مجلتها يا، واختارت 5 looks من كريستيان ديور. شو أكتر لوك عجبك اليوم؟ حبيت فستان أبيض، هو فستان كتير دريمي، فستان طويل، عن جد حسيته أكتر واحد بين اللوكات بيشبه شخصيتي، لأنه كتير رومانسي، كتير حالم، بياخذك على عالم تاني يعني بعيد عن عالمنا هلأ اللي كله سترس وكله ضغط. وشي تاني كان مخلي أمي ستريست شوي، وهو إنه النيو توينز مش حواليها. ألف مبروك على النيو بيبيز. Thank you. اليوم كنتي عم بتخبريني هاي أول مرة بتطلعي فيها من البيت تتركيهم لحالهم لتروحي على الشغل. أنا ما فيي خبرك قدي كان صعب الأحساس اليوم، يعني أول مرة عم بترك البيت، عم بتركهم لأطول فترة، أول مرة عم بروح صور، كان كتير كتير صعب. يعني طلع معي شخص بالأسانسير بالإليفيتر فكر صاير لي شيء، يعني طلعت كتير مضايقة وعم ببكي، لأنه أول مرة بتركون، يعني قلي 9 أشهر معهم كل الوقت 24 على 24، بس اليوم كان عن جد من أصعب الأيام. يعني هلأ ما عم فكر إلا بالبيت. كيف الأمومة غيرتك إمي؟ الأمومة نعمة، ويعني بشكر الله على هالنعمة اللي هي دبل نعمة. صرت إنسان أقوى، كنت افتكرت إنه حكون أضعف وحخاف أكتر، بس لا، لما تلاقي حالك إنه أنت ما عندك حل، بدك تكوني قوية بأي شيء بيصير معك، اكتشفت إنه لا، أنا قوية وأنا قدها. والشي اللي بخليها قوية كل يوم هم ثيو وكالي اللي صار عمرهم 9 شهور. ما عم نشوف صورهم على الانستغرام، حتضلك خافية صورهم للبابليك ولا يمكن تغيري رأيك بعدين؟ لا، بتعرفي هي منه قرار انه لا بدي اخفي، بس حسيت انه بعضهم كتير صغار، بعضهم بيبيز، بس ما فكرت بعد مزبوط بالموضوع، بلا ليه لا، يعني انا اوبن لفكرة انه نزل الصور، بس حسيت انه هلأ بعضهم كتير صغار، والهيك المومنتس اللحظات اللي منعيشها انه كتير private، بس بنفس الوقت كتير حلوة هاللحظات، فمش هيك من وقت للتاني بحب نزل صورة حتى لو ما مبينين يعني مزبوط. بس اللي مبين مزبوط على إمي خسارتها الوزن اللي اكتسبته خلال الحمل بالتوأم. رجعتي لوزنك القبل، لأنه ما شفنا كتير صور لإلك بحملك بالآخر. رجعت لوزني ومع الركض ومع السترس أقل من وزني قبل الحمل. بصراحة الحمل ما كان هين، كنت تعبانة شوي خاصة بالآخر، بس دفنتلي مثل أي أم بتصير تحسي رح أرجع لوزني، رح أرجع على الشيء. انتبهت كتير على أكلي على فكرة، وأصلاً ما كان معي وقت أكل.